السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معي جديد في قناتي وقناتكم عالم امي متنوعه. كنتمنى لا فيديو اليوم يلقاكم باتم الصحه والعافيه. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. المهم بالنسبه للتعاليق، راني ما قريتهمش كاملين الفيديو البارح، ولكن ان شاء الله راني غندير لكم واحد اللايف اليوم باش ندخلوا نناقشوا داك الشيء مع بعضياتنا، وباش اللي عنده شي حاجه مبهمه نوضح عليه ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، بارك الله فيكم. المهم انتم كما كتشوفوا هنايا الحدايد، كنقلب على شي بلاصه فين نخشي يدي وانا لقيتها باش نصور لكم يكون داكشي واضح. حنا في المشروع ديالنا وراس ديال بن مسعود، راه دخلت يدي هنايا، ندخلها غير يدي شويه، وراه كنت غادي نتجرح بداك الحديد، راه مصدي كما كتشوفوا. المهم هانتوما كما كتشوفوا هاد الجهه هادي اللي لتحت راه باقي فيها الماء وباقي ما فيهاش البني صراحه، ولكن لقيت كاين هما تما الناس كاينين، ولكن اش كيديروا؟ العلم عند الله. وهنايا هما كيحفروا، واش هادي كيحفروها الطريق باش يوصلوا لهاد الجهه هنايا، اولا كيحفروها باش يقادوا الساس، اولا غادي تكون الطريق تما كبيره، واش ديال بن مسعود ولا الناس عفوا ولا ناس اخرين. المهم ان شاء الله انا كنظن بانه تيكمل رمضان باذن واحد احد الى حين الله، وغنمشي نصور لكم. ولكن في المقابل كنقول لكم تواصلوا معهم وقولوا لهم وعلاش البني موقف باش هما يفيدوكم. وراني دست البارح من قدام المنزل جوج ومنزل ثلاثه مع كامل الاسف، ما صورتهمش حيت كانوا بعاد، ولكن هما بانوا لي راه خدامين فيهم، بان لي راه داكشي خدام، ولكن ما بانليش الناس خدامين، بان لي غير العمارات طلعوا شويه ما بقاوش كما كانوا، يعني طلعوا واقيلا الكاتريام ولا السانكيام ايطاج. المهم انا حاولت نصور لكم هنايا، ها انتم كما كتشوفوا معايا يعني باقي ما كاينش. وعليها كنأكد لكم الله يجازيكم بالخير، اللي مشى عندهم وبغى يشري أكد عليهم، يأكد عليهم التسليم فوقاش غيكون، التسليم فوقاش غيكون. هما معروف على بن مسعود المشكل اللي قلت لكم انهم كيتعطلوا خصوصا مور كورونا، ولكن الواحد يكون واضح، عطيني فوقاش علاش وقفتوا البني، الا عيطتوا ليهم كلكم راها مزيان باش بنادم يعرف راسو من رجليه. المهم هانتوما كما كتشوفوا هادي كتحفر هنايا. المهم انا ما عليا غير الا دزت هاد السيمانه عاوتاني من تما راه غنصور لكم، تشوفوا فين واش الطريق، واش كيحفروا ساس ديال شي حاجه اخرى، واش كتبقى. مهم هناك علامه استفهام كبيره، ولكن هادو هادشي اللي هنا راه زادوا فيه هادشي، ولكن هادشي راه قبل رمضان، وكانوا قبل رمضان وقيلا في الاخر ديال شهر جوج وقيلا وقفوا الخدمه ولا الاول ديال شهر ثلاثه. العلم عند الله، علاش العلم عند الله. كنتمنى انكم تواصلوا مع مكتب البيع وتعرفوا علاش وقفوا الخدمه. وبالنسبه للمشاريع الاخرى ديال المفتاح العاليه وهذه، غير سينوا عليا، اصبروا عليا شويه فوق ما تحت لي الفرصه، ان شاء الله غادي نخرج ونصور لكم ويكون خير ان شاء الله. غير بالنسبه للمشروع ديال الضحه ديال الياقوت، راهم خدامين فيه، راني دزت مقدامو البارح ما بغيتش نصور، راهم خدامين فيه، راه علاين يعني كما قالوا في هذا الصيف ان شاء الله راه غيتسلموا الناس الشقق ديالهم. وبالنسبه لباقي المشاريع، كاين مشاريع اللي فيها تقدم ملموس، ملي دزت مقدامها تقدم ملموس، وكاين المشاريع اللي باقي داكشي عندهم ثقيل. المهم ما تنساوناش باللايكات وبالتعاليق وبالبارطاج، خصوصا البارطاج، خصوصا الفيديو دالباح بغيتو يوصل لبزاف د الناس، لان بزاف د الناس كانوا غايديروا الانتساب وملي سمعوا الفيديو ديالي وقفوا. الله يجزيكم بالخير، في اللايف غنشرح لكم شنو هو الانتساب وكيفاش، وما عندكم حتى شي حاجه قانونيه باش تشدوه. السلام عليكم وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.